حرقوا قلبه وسرقوا منه فنذة كبده، فلم يجد عزاء آخر سوى التكبير وذكر الله. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر. ترتجف يداه وهو ينظر بين الفينة والأخرى إلى هاتفه المحمول. تعالت أصوات المشيعين بالتكبير، أما هو فيبكي ابنه الذي استشهد في ربيع عمره على يد قوات النظام الجائر. أنا وأبنائي فدا الوطن، هي العبارة التي اتفق عليها أهالي الشهداء الذين سقطوا في ثورة الكرامة. مواصلة المسيرة حتى تحقيق النصر وإسقاط النظام والتعهد بالقصاص هي مشاريع هذا الفتى الصغير الذي عرف في سنوات قصيرة معنى الموت والخوف والمذلة، وبين هذا وذاك تعلم أن الحرية تؤخذ ولا تعطى. حمل ثقيل على هذا الجسم الصغير الذي يعد بالثأر ممن سلبوا طفولته وتسببوا في يتمه. أما هذه الطفلة التي فرت من القتل في حمص إلى لبنان تتحدث وعيناها يملأهما حزن عميق بعد استشهاد والدها. تعرضت لليتم والتشرد من حمص إلى لبنان في رحلة البحث عن الأمن والأمان الذي لم تنعم بطعمه في بلدها. غصة اليتم تلخصها هذه الفتاة وبكل براءة أن يوم الحساب آت لا محالة. يا الله إن شاء الله بسرعة قلنا بتاعنا بكرة شوفوا كل حياتكم.